Si el ritmo te lleva a mover la cabeza. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتعريف حالكم أصدقاء. أتمنى أن تكونوا تم الصحة والعافية. قبل أن نبدأ وقبل كل شيء، أتمنى منكم ضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وترك تعليق. وبسم الله دعونا نبدأ. حسنا، فكرة الفيديو واضحة جدا، هو أننا سوف نذهب إلى بويز دورم، لكن في نسخة البيطة. نعم، التي كانت في نسخة البيطة ثم استبدلت بهذه الدورم. نعم، هي أمامنا. نعم، قمنا بتنصيب المود وسوف نتجه إليها لكي نراها. ها هي الخيصة بالبويز دورم كما ترون. ها هي كما تقرؤون، بويز دورم. حسنا، سوف ندخل إليه ونرى ما الذي يوجد داخل. حسنا، كما ترون هناك شباب يتجولون داخل. كما ترون تغيرت كثيرا هذه المنطقة. في البيطة كانت موجودة مثل هذا الشكل على عكس الأشكال الأخرى. ها هو بيتي صديقي، ابتعد عن وجهي أيها الأحمق. كما ترون هؤلاء هم الشباب. أسف على القطع، سوف ندخل إلى هنا. ها هو المختبر الخاص بي، وهنا السيف جيم، وها هو سريري. طبعا ها هم الشباب كما ترون في الصورة. ها هي نسخة البيطة من البويز دورم. حسنا، إلى هنا تنتهي الحلقة الخاصة باليوم. ها هو صديقي أيضا جاري موجود، وها هو راسل. فلا تنسوا دعمنا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبيس.